اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اسعد الله ايامكم هذا اليوم يوم عيد الاضحى المبارك عيد المسلمين هذا العيد الذي نجتمع فيه كل عام عند بيت الله المحرم وفي اجواء العباده وفي اجواء بيوت الله عز وجل حيثما كنا هذا العام طبعا مع ظروف جائحة كورونا حرمنا من عيد الأضحى وهذه يعني منذ سنوات بعيدة بعيدة جدا أول مرة يعني أتكلم وأنا عن عيد الأضحى وأنا بعيد عن أجواء مكة المكرمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هذه الكربة وأن نعود مجددا لحج بيت الله الحرام ونكون في ضيافة بيت الله حديثي سيكون حديثا خفيفا في هذا اليوم يرتبط بالصلاة ومسألة هي مسألة شرعية أيهما أفضل الجمع بين الصلاتين الجمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء أم التفريق بينهما سئلت هذا السؤال مكررا هذا العام منذ شهر رمضان إلى هذا اليوم ويبدو أن الوضع الذي فرضته الجائحه ببقاء الناس غالب الوقت في بيوتهم نبههم الى هذه المساله وذلك مع اتساع اوقات الفراغ والتواجد في مكان واحد والغياب عن المساجد حيث تجمع صلاه الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ولذا اصبح الناس في فسحه من امرهم واثيرت لديهم المساله لا من جهه التنازع الفقهي بين المذاهب الاسلاميه حول هذه القضيه فقط بل ايضا من حيث البحث عما هو افضل يعني من ناحيه التكليف الشخصي ماذا يحب الله بالنسبه لي افرق بين الصلوات ام اجمعها اجمع بين الظهر والعصر من جهه والمغرب والعشاء من جهه اخرى اول نقطه يجب الالتفات اليها في هذه المساله هي ان السؤال بهذه الصوره السؤال في حد ذاته خطا السؤال صياغته خاطئه السؤال الصحيح الذي يجب ان يطرح كالتالي اذا صلينا الظهر هذا هو السؤال الصحيح اذا صلينا الظهر في اول الوقت يعني اذن الظهر بعد انتهاء الاذان وقفت وصليت الظهر فهل الافضل ان اصلي العصر بعد صلاه الظهر مباشره او بعد ان اصلي مثلا نوافل العصر التي تستغرق عشر دقائق تقريبا او اكثر بقليل ثم اباشر واصلي صلاه العصر؟ أم أؤجل صلاة العصر إلى وقت آخر بعد ساعتين مثلا بعد ساعة ونصف بعد ساعة بعد ثلاث ساعات أو مع أذان العصر عندما ينطلق من مآذن مساجد المساجد عند إخواننا أهل السنة هذا أفضل أم ذاك؟ وهكذا إذا صلينا المغرب في أول وقتها فهل الأفضل أن نصلي العشاء فوراً؟ أو مثلا أأتي بنافلة المغرب أربع ركعات تأخذ مني الأربع ركعات تقريبا خمس دقائق ثم أقوم وأصلي العشاء هذا أفضل أم أؤجل صلاة العشاء بعد ساعة مثلا أو مع أذان العشاء في مساجد إخواننا أهل السنة مثلا هذا أفضل أم ذاك هذا هو السؤال الصحيح لماذا؟ لأن المصلي يمكنه أن يجمع شيعيا كان ام سنيا يمكنه ان يجمع بين صلاه الظهر والعصر بحيث يؤخر الظهر لا يصليها اول الوقت الى ان يقترب وقت العصر او اذان العصر فيصلي الظهر ثم بمجرد ما ينتهي من الصلاه يحين وقت اذان العصر فيصلي العصر فورا هنا ماذا فعل؟ جمع بين صلاه الظهر والعصر جمع بينهما صلى الظهر والعصر بعدها فورا ولكن صلى الظهر في وقت متاخر قريب جدا من وقت اذان العصر وبالتالي هنا صلى الظهر والعصر مع بعض هذا عند السنه والشيعه الصلاه ما فيها مانع لكن ليس السؤال عن هذه الصوره بل اننا لو صلينا الظهر اول الوقت اذن الظهر وقفت وصليت مثلا الساعه الثانيه عشره من باب التيسير نضرب امثله بساعات محدده الساعه الثانيه عشره فنقوم لنصلي العصر فورا الساعه الثانيه عشره وخمس دقائق صليت الظهر الساعه الثانيه عشره والعصر اصليها الثانيه عشره وخمس دقائق ولو صلينا المغرب اول الوقت مثلا المغرب الساعه السابعه هل اقوم واصلي العشاء فورا يعني الساعه السابعه وخمس دقائق مثلا هل هذا هو الافضل ام ان الافضل ان اؤجل ذلك بحيث اصلي العصر والعشاء لاحقا الجواب هناك مصطلح فقهي معروف هو وقت فضيله الصلاه او وقت الفضيله يعني الوقت الذي يفضل ان نصلي فيه بحيث يكون فيه الثواب مضاعفا اضعافا كثيره ثواب الصلاه الفريضه ولربما له ايضا مميزات اخرى عند الله سبحانه كاستجابه الدعاء وشهاده عدد اكبر من الملائكه لهذه الصلاه وغير ذلك هذا امور اخرى لكن وقت الفضيله فضيله الصلاه افضل وقت لاداء كل صلاه فالافضل ان نصلي الجواب هكذا اعزتي بشكل اجمالي ثم سافصل بشكل اجمالي الاجابه كالتالي على السؤال الافضل ان نصلي كل صلاه في وقت فضيلتها هذا هو الافضل الاحب الى الله عز وجل هذا الجواب باختصار طبعا ارجو الانتباه هذا لا يعني أنه بعد انتهاء وقت الفضيلة الفضيلة لها وقت محدد ساعة مثلا ساعة نص ساعة ساعة ونصف المهم هناك وقت محدد للفضيلة أفضل وقت لأداء أي صلاة هذا لا يعني أنه بعد انتهاء وقت الفضيلة الصلاة ستتحول إلى قضاء لا ليس هذا المراد بل المراد أن هذا هو الوقت الذي يفضل أن نصلي فيه هو الأحسن هو الاقرب الى ما اراده الله هو الاكثر مرغوبيه والاكثر ثوابا وبالتالي فان اجابه السؤال هي صل كل صلاه في وقت الفضيله الخاص بها هذه الاجابه صل كل صلاه في وقت الفضيله الخاص بها واذا كنت تبحث عن افضل الافضل صل في اول وقت الفضيله قلنا وقت الفضيله قد يكون ساعه أن تصلي في بداية هذه الساعة هذا أفضل الأفضل والأكثر ثوابا السؤال الذي يترتب على هذا كيف أعرف أوقات الفضيلة لكل صلاة ما وقت فضيلة الظهر ما وقت فضيلة الصبح ما وقت فضيلة العصر خاصة العصر والعشاء محل السؤال لو نرجع إلى الرسائل العملية للمراجع حفظهم الله ورحم الله, الله الأموات منهم سنجد انهم يستعملون عاده مصطلحات يصعب فهمها او تطبيقها، مثلا يقال وقت فضيله العصر من بلوغ الظل سبعي الشاخص. من يعرف ما معنى بلوغ الظل سبعي الشاخص؟ او كيف اطبق ذلك على الارض؟ يعني ماذا افعل على الارض؟ ماذا اضع؟ كيف انظر الى اي ظل الى اي شخص اتكلم هنا تتكلم المساله هنا وكيف اطبق ذلك مساله صعبه وهل فعلا هناك احد يخرج في الشارع مثلا وينظر الى ظل المباني فرضا او شيء من هذا القبيل اذا ما الحل هذا نظريا الجواب ياتي في الرساله العمليه هكذا ما الحل الحل في بعض التقاويم رزنامات والمواقع والتطبيقات الحديثه طبعا هناك تطبيقات غير دقيقه، هناك بعض المواقع غير دقيقه، وايضا في المقابل هناك مواقع يحتاج ان ندقق يعني نتاكد من صحتها. هذه الوسائل الحديثه بالاضافه الى التقاويم الورقيه تخصص اوقات الصلاه ونجد فيها وقت كل صلاه وسنجد ايضا بالاضافه وق الى وقت كل صلاه وقت فضيله تلك الصلاه. بالاضافه الى وقت الصلاه سنجد الان لربما ليس دائما لكن هناك عدد لا باس به من التقاويم والتطبيقات وغيرها حتى وقت الفضيله موجود فيها. من يريد ان يكون حريصا على اداء الصلاه في افضل الوقت فليبحث عن مثل هذه التقاويم او التطبيقات وما اشبه. فلناخذ مثالا عمليا لكل صلاه من يوم محدد. ولوجود اختلاف بين الفقهاء في تحديد وقت فضيلة صلاة العصر سأبدأ مع صلاتي المغرب والعشاء ما هو أفضل وقت لأصلي صلاة المغرب ولأصلي صلاة العشاء عندما أعود إلى التقويم إلى الرزنامة وأختار يوما معينا عندنا في الكويت مثلا في يوم الجمعة كما تشاهدون على الشاشة ساجد ان فضيله المغرب في هذا اليوم تبدا من اول وقت الصلاه وتمتد الى الساعه الثامنه وسبع دقائق تقريبا ساعه ومع نهايه فضيله المغرب تبدا فضيله العشاء اي الساعه الثامنه وسبع دقائق اول وقت فضيله العشاء افضل وقت لاداء صلاة العشاء. الساعة الثامنة في هذا اليوم، طبعا هذا يتغير كل يوم يتغير، يجب ان نراجع التقويم. هذا اليوم افضل وقت لاداء صلاة العشاء الساعة الثامنة وسبع دقائق. وينتهي إلى ثلث الليل، الوقت الفضيلة ينتهي إلى ثلث الليل. ننتقل الآن إلى صلاة الفجر. وقت فضيلة صلاة الفجر من اول وقتها الى الساعه الرابعه واثنين واربعين دقيقه في هذا اليوم فالافضل طبعا هذه الساعه الرابعه واثنين واربعين دقيقه عندما تسفر السماء بعد الظلام يبدا النور ينجلي الشمس الى الان لم تخرج لكن هناك نور منتشر في السماء الساعه الرابعه واثنين واربعين دقيقه في هذا اليوم يتحقق هذا الشيء ينتهي وقت فضيلة الفجر، يفضل قبل هذا تصلي، بعدها إلى طلوع الشمس عندك مجال، لكن هذا المفضل. طيب. أفضل الأفضل بالنسبة لصلاة الصبح هو أول وقت الفضيلة. أفضل الأفضل لصلاة الصبح أول وقت فضيلتها. نأتي الآن إلى أفضل وقت لأداء صلاة الظهر. يبدا وقت صلاه الظهر الساعه في هذا اليوم الساعه الحاديه عشره وسته وخمسين دقيقه فضيله صلاه الظهر لهذا اليوم تبدا ايضا طبعا مع هذا الوقت الساعه الحاديه عشره وسته وخمسين دقيقه متى تنتهي فضيله صلاه الظهر الساعه الثانيه واثنين وثلاثين دقيقه يعني تقريبا عندنا ساعتين ونص شويه اكثر فاذا وقت فضيله صلاه الظهر ينتهي الساعه الثانيه من يريد ان يصلي صلاه الظهر في افضل اوقاتها يبدا بالبدايه الساعه الحاديه عشره سته وخمسين وعند مجال فضيله وثواب كثير الى الساعه الثانيه واثنين وثلاثين كل ما يمر الوقت يقل الثواب لكن اول الوقت الافضل المجال مفتوح من الحادي عشرة ستة وخمسين إلى الثانية واثنين وثلاثين أن تحصل على ثواب الفضيلة فإذا كنت تريد أن تصلي الظهر كيفما كان كيفما كان بأي ثواب عندك مجال من أول الظهر إلى قبل غروب الشمس تقريبا عشر دقائق يعني من الساعة الحادية عشرة وستة وخمسين إلى تقريبا السادسة وواحد وثلاثين دقيقة في هذا اليوم أما إذا كنت تبحث عن الأفضل فصلي في وقت الفضيلة ما بين ستة الى 22 وإذا تريد أفضل للأفضل فصلي أول وقت الفضيلة. أما بخصوص أفضل وقت لأداء صلاة العصر فهناك رأيان عند الفقهاء ولذا أجلت هذه الحالة. صلاة العصر خصوص صلاة العصر البقية تكلمنا عنها لكن خصوص صلاة العصر هناك خلاف فقهي طويل عريض. رأي السيد الخوئي رحمه الله عليه ومجموعه من الفقهاء ايضا والذي يذهب هذا الرأي الى ان وقت فضيله العصر يبدأ من الزوال، يعني بمجرد ما تصلي صلاه الظهر في اول وقتها الساعه 11:56 بعدها مباشره تبدأ فضيله العصر. فتقوم وتصلي نافله العصر مثلا او لا تصليها ثم تصلي العصر فورا هذا افضل وقت لاداء صلاه العصر لكن عند فقهاء اخرين فان وقت فضيله العصر يبدا لاحقا وبشكل متاخر عن صلاه الظهر ولذا هنا المساله تعتمد على التقليد ولكن ولكن هناك اختلاف كبير بين الفقهاء في تحديد متى يبدا وقت فضيله العصر ومتى ينتهي. يعني المجموعه التي من الفقهاء الذين يقولون لا يبدا وقت فضيلتها مع الظهر مع الزوال وانما لاحقا هنا يختلفون متى لاحقا؟ متى يبدا ومتى ينتهي؟ هنا سأبين وقت فضيلة العصر بحسب فتوى السيد فضل الله وايضا السيد السيستاني طبعا عند السيد السيستاني ما ساقوله يرتبط باغلب مواسم السنه باعتبار انه يفصل بين موسم شديد الحراره يعني مثلا في عز الصيف وبين الوقت عندما في خلال السنه لا يكون كذلك هو يفصل في المساله لكن في غالبيه السنه عند السيد السيستاني بالاضافه الى ما ساذكره من فتوى السيد فضل الله ايضا بهذا الخصوص ما هي وقت فضيله صلاه العصر في اليوم الذي اخترناه هو كما جاء في الرزنامه كما جاء في التقويم ما بين الساعه صلاه العصر فضيلتها ما بين الساعة الواحدة وسبعة وثلاثين دقيقة إلى الساعة الثالثة واثنين وثلاثين دقيقة يعني يمتد تمتد فضيلتها ساعة بعد فضيلة الظهر فضيلة العصر من الساعة من يريد أفضل وقت لصلاة العصر في هذا اليوم الساعة الواحدة وسبعة وثلاثين دقيقة في الكويت طبعاً إلى الساعة الثالثة واثنين وثلاثين كل بلد ينظر إلى تقويمه وإذا كنت تريد أفضل الأفضل فصلي أول وقت الفضيلة أما إذا كنت تريد أن تصلي العصر كيفما كان فعندك مجال من بعد صلاة الظهر إلى قبل غروب الشمس بخمس دقائق يعني تقريبا الساعة السادسة وستة وثلاثين دقيقة هذه افضل اوقات اداء كل صلاه من الصلوات اليوميه ارجو ان اكون قد وضحت المساله كما هو مطروح كما هي مطروحه بخصوص افضل وقت لاداء لاداء كل الصلاه كل صلاه وهل نجمع الصلوات ام نفرق بينها ان شاء الله تكون الاجابه واضحه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته